السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ اشتريت شوية خضروات. الخضار طالع تحفة تحفة بجد، واسعاره خطيرة سبحان الله. بعد ما الشتا نزل عليه طالع ما شاء الله ولا اروع. جبت الجزر، جبت كمية جزر كده، هاخد منها الصغيرة اعمل بيها البسلة، وكمان هعمل جزء اعينه لوحده. لو حبيت اعمل شوربة خضار او احط في المحشي من تحت في قاع الحلة. وكمان جبت منها الكبيرة عشان هعمل مربة جزر فاتحكم فيها وانا ببشر يعني. الفلفل ما شاء الله سبحان الله كمان طالع منه الحار والحلو. جبت كرومباية كبيرة عملت منها الكولوسلو، اخدت الجزء الصغير منها عملت منها كولوسلو، اخدت كمان جزء حطيته في المخلل. وجبت الفراولة هعملها مربى، يعني هعمل كل حاجة قبل ما ادخلها التلاجة وهي لسه صبحة كده، لسه فريش جاية نظيفة. هنضف بقى الخضروات، بحافظ على الخضار بيقعد بالطريقة دي حوالي 15 يوم واكتر. اي ورقة كبيرة بلف الخضار فيها وبحطه في كيس وبدخله التلاجة، بالطريقة دي بيقعد حوالي 15 يوم. كمان لما بيبقى عندي كمية كبيرة ممكن اجيب علبة تلاجة واحط فيها فوطة بالشكل ده وارص اي خضار عندي، مش الكرفس ولا البقدونس ولا الكزبرة ولا الشبت بس، لا ممكن احط الخيار والفلفل وكمان الكوسة، ممكن اخزن اي حاجة بالشكل ده لفترة 15 يوم وثلاث اسابيع كمان. اي خضار عندي شايفين انا حطيت كل الخضروات قدامي وظبطت كل حاجه، حتى الفاكهه غسلتها كويس جدا ونشفتها بفوطه نظيفه ورصتها في طبق الفاكهه على طول. كده بنحافظ على الحاجه وكمان بنشجع اللي قدامنا ياكل منها، لكن لازم ننشف كويس. كده فرصت شويه بسله، يعني فرطتهم كمان وعملت زي ما انتوا شايفين كده، واخدت جزء للمخلل. عملت كمان الفراخ بطريقة مختلفة شوية، ما حطيتش اي اضافات غير الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي عبارة عن كزبرة ناشفة وكمان فلفل مجروش اللي احنا نشفناه برضو مع بعض، وملح وفلفل اسمر وليمون وبصل كتير. بصراحة طالعة تحفة، ريحتها خطيرة. وحطيتها في صينية قلبت كله مع بعضه كويس، وعلى طول من غير نقع من غير ما اسيبها اي حاجة حتى 5 دقايق دخلتها الفرن وطالعه بجد تحفة. يعني فراخ مشوية كده بس في الفرن. حاولت كده اشيل اي عضمية فيها. كمان حبيت اغير كل طريقة الاكل المعتادة، يعني عملت الحمام بشكل غير اللي احنا متعودين عليه، حشيته بنفس خلطة المحشي وجبت الحلة اللي هحشي فيها وحطيت فيها جزر وبصل مع الجزء من الكرفس اللي انا جايباه، وحشيت المحشي وحطيته في قاع الحلة. طالع بجد تحفة. وكملت الحلة بالمحشي اللي هو الكروم، ورق الكروم طالع بجد جميل جميل، النتيجة رائعة.
لو عجبك بروتيني مع مع مشترياتي في الخضار اعملي لي لايك واستنيني في الفيديو الجديد.